الطالب يجوز ما توالمه هذه طريقة تدريس، لازم توالمه طريقة تدريس أخرى. لذلك فهم الظاهرة، يعني أنا ليش قلت هذني إحنا ندرس نحن تكون بند من المعلومات، خزين من المعلومات، حتى نفهم طريقة التدريس بشكلها الواسع، حتى نستخدم أكثر من طريقة تدريس من أجل إيصال المعلومة للمتعلم، أو إيصال المعلومة حتى في الدوائر الغير تعليمية، يعني مع المراجعين، مع المجتمع اللي احنا نعيش به. اذا كانت هناك ظاهرة سلبية لازم انا افهم الظاهرة، لازم افهم احلل شخصية اللي متبع هذه الظاهرة، حتى من خلالها استخدم طريقة التدريس المناسبة لحل المشكلة بمفهومها الاوسع. خمسة او اربعة العفو، القوانين العلمية عبارة عن علاقة كمية، العفو، عبارة عن علاقة كمية بين مفهومين، يعني هما متغيرين أو أكثر، لوصف ظاهرة معينة ومصاغة صوغة رياضيا. يعني مثلا قانون انعكاس الضوء، زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، وهكذا. خامسا، النظريات العلمية هي تفسير ظاهرة ما وتتسم بالشمول، وغالبا ما تحتاج إلى التجريب والإثبات. يعني طبعا هو دائما النظريات العلمية حتى تثبت مصداقيتها أنت لازم تجربها، ومن تتجرب لازم تثبت. اذا ما ثبتت هي راح تبقى نظريه، يعني احنا دائما نقول النظريات تبقى نظريه ما لم تجرب. اذا جربت ونجحت خلاص ثبتت، وبعدها راح يصير تعميم، لازم تتعمم بعد ما تثبت. خمسه، النظريه العفو هي النظريات العلميه اللي قلناها. طرق التفكير، يعد التفكير عملية مهمة من العمليات العقلية التي يمارسها الجنس البشري، والإنسان كائن مفكر، وهذا ما يميزه عن المخلوقات الأخرى، حيث أن التفكير يمكن الإنسان من اكتشاف الحقائق العلمية، ومنها الظواهر الطبيعية وأسباب حدوثه وكيفية حدوثه، كما أنه عن طريقه تم التوصل إلى كمال من المعرفة في مختلف ميادين وأنماط التفكير. أنماط التفكير طبعا هي تفكير استقرائي وتفكير استنباطي، وعندنا تفكير آخر اللي هو التفكير العلمي اللي هو البحث العلمي. التفكير الاستقرائي نمط من التفكير يسهم في إيجاد العلاقات والروابط بين المعارف، ومن ثم الوصول إلى معرفة جديدة. ولما كان التعلم يتكون أساسا من المفاهيم، فإن الربط بينها أمر ضروري وأساسي من أجل الوصول إلى الكليات. طبعا هو التفكير الاستقرائي الانتقال من الجزء إلى الكل، تبدي بفكرة بسيطة تتحول إلى فكرة أوسع من أجل أن توصل للفكرة اللي أنت تريد توصلها بشكلها العام واسع، حتى تشمل جميع المقرر اللي أنت تريد توصله، أو المعلومة اللي أنت تريد توصلها للمتلقي. التفكير الاستنباطي اللي هو القياسي يمكن هذا النوع من التفكير المرء من تحليل المعارف الكلية إلى معارف جزئية، يعني بالعكس من الانتقال من العام إلى الخاص. طبعا هذا موجود في سياق القرآن الكريم في سورة البقرة. طبعا البقرة رأسا ذكر يذبحوا بقرة، قال الله عز وجل في قوم الأقوام التي سبقتنا، بني أهل الكتاب بني إسرائيل على ما أعتقد، قال لهم اذبحوا بقرة. يعني رأسا جاء القرآن الكريم يتكلم عن الصفة العامة، بعدين جاء يوضح شنو البقرة وليش يريد يذبحوها ومنو اللي يريد يذبحها وعلى أي أساس يريد يذبحها، اللي هم بوقتها تسارعوا في الميراث، وصاحب الميراث قتل واحد من المواريث أصحاب الميراث. فمعلومة عند حضراتكم في القرآن الكريم، إذا انتقل من الكل إلى الجزء، وهذا أسلوب التشويق في القرآن الكريم. من خصائص العلم، العلم مادة وطريقة، العلم يفسر الأحداث والظواهر الطبيعية، العلم قابل للتغيير، العلم هرم البناء، العلم يمر بمراحل متعددة اللي هي المشاهدة، بعدين الملاحظة، بعدين الوصف، التفسير، التنبؤ، التطبيق، الضبط. العلم يستخدم أدوات خاصة وطرق خاصة في البحث والتفكير، العلم نشاط إنساني، العلم يصحح نفسه بنفسه. والثالث هو التفكير العلمي، هو طريقة الحصول على المعارف والمعلومات من خلال خطوات هي الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة،
فرض الفروض، الاستنتاج في ضوء الفروض، التحقق من النتائج، صياغة التعميمات مثل ما قلنا، بعد ما تصيغها، بعد مثل النظرية، بعد ما تجربها، من تجربها تثبت تعممها. كذلك هنا اليوم نشعر بالمشكلة، شنو المشكلة؟ مثلا الطالب ما يتفاعل داخل القاعة الدراسية، نحدد المشكلة ليش ما يتفاعل، نبدأ نعطي فرضيات، هل طريقة التدريس المتبعة مالتنا مو صحيحة أو مملة بالنسبة له أو ما تناسبه، نستخدم طريقة ثانية، نفرض الفروض اللي هي شو الفروض، نستخدم طرق تدريس متعددة، بعدين نستنتج نشوفه بدا يستجيب ويانا لو ما بدا يستجيب ويانا، نتحقق من النتائج، بدا يتفاعل، بدا ينطي، بدا يشارك، إذا خلاص نعممها ونقول هذا التلميذ يحتاج إلى طريقة التدريس الفلانية في المادة الفلانية، لربما مادة أخرى يحتاج إلى طريقة تدريس أخرى. كذلك مع بقية الطلبة يستخدمون أكثر من طريقة تدريس، يجوز لكل مادة طريقة تدريس، كذلك في الدوائر الأخرى، في المراجعين أو الزملاء اللي موجودين وياي في الكادر الوظيفي، أحتاج إلى طريقة تعامل معهم من أجل إنجاز المطلوب من عندنا ورفعه إلى الجهات المسؤولة. أستخدم طرق تدريس متنوعة في التعامل مع أطفالي في تربية، التعامل مع جيراني، في التعامل مع المجتمع، من أجل القضاء على الظواهر السلبية. هي هاي اللي أنا أركز عليها بمفهومها الواسع، طريقة التدريس بمفهومها الواسع وليس بمفهومها الضيق. نبجي هنا على عناصر المنهج الدراسي. بس قبل لا أجي على عناصر المنهج الدراسي، أكو أساتذة الفضلاء أحد عنده مداخلة؟ تسمعوني أساتذة؟ أستاذ أحمد؟ نعم أستاذ، معاكم الصوت واضح. تمام، واضح، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. إذن ننتقل، واضح أستاذ. تمام إن شاء الله خير، ننتقل على عناصر المنهج الدراسي. المنهج الدراسي هو مجموعة من العناصر التي تركز على علاقات متداخلة فيما بينها. فتغير أحد عناصر المنظومة يغير عناصرها الأخرى. أي عنصر يتغير من هاي العناصر يتغير الآخر، إذن هي دورة كاملة. واحد يعتمد على الآخر، واحد مكمل للآخر، لازم ما نتركهن، ما نترك ولا واحد من عندهن، ناخذهن وكل من بقيادته وبمكانه، اللي هي أولاً الأهداف التربوية، ثانياً المحتوى والخبرات التعليمية، ثالثاً الأنشطة التعليمية اللي هي أساليب وطرق التدريس اللي هي إحنا في صلب موضوع دورتنا، ورابعاً التقويم. شفتوا إخواني أساتذة الفضلاء، طريقة التدريس هي جزء من هذين المسائل الأربعة الأساسية اللي المفروض إحنا نلم بيهن حتى نفهم طريقة التدريس بشكلها الواسع، حتى نستطيع تطبيقها بشكلها المناسب مع المستهدف وحسب إمكانيته. نيجي ها طبعا الأهداف، لماذا نتعلم؟ المحتوى ماذا نتعلم؟ الأنشطة كيف نتعلم؟ التقويم ما نتيجة التعلم؟ نبدي بالأهداف التربوية. الهدف التربوي هو المحصلة النهائية للعملية التربوية، وهو الغاية المبتغاة التي أنشأت من أجلها المدرسة، والمصدر الذي يوجه الأنشطة التعليمية المقصودة لتحقيق النتائج المرغوب فيها، أو هو عبارة عن التغير المراد استحداثه في سلوك المتعلم أو فكره أو وجدانه. أنا أريد أغير سلوك المستهدف، سلوك المتعلم، أريد أغيره. إذا الهدف التربوي مالتي هو أحدث التغير به. مصادر الرئيسية لاشتقاق الأهداف التربوية: التراث الثقافي وما فيه من أعراف وتقاليد وعادات وما يؤمن به المجتمع من قيم ومثل، إضافة إلى ميول واتجاهات أفراد هذا المجتمع. مثل ما قلنا، المنهج ينبع من فلسفة المجتمع، أي من حاجة المجتمع إلى هذا المنهج، مثل ما ذكرت أحد الأستاذات الفاضلات، اللي هو لازم يتوافق مع مخرجاته، التراث الثقافي، الأعراف، التقاليد، كل لازم يحقق المنهج.
المنهج كل متكامل داخل الفصل الدراسي وخارج الفصل الدراسي. احنا مثل ما اتفقنا بما اخذناه في انواع المنهج، منهج مقيد ومنهج واسع. اذا المنهج المقيد التقليدي ما ينفعنا، اللي لازم احنا نستغني عنه ونتخذ ونطبق المنهج الواسع اللي هو يحقق كل اللي ذكرناه. من مصادر اشتقاق الاهداف التربويه ايضا الطبيعه العضويه والاجتماعيه للفرد وما يتصل بها من حاجات. 3 التطور التاريخي والمواقف المعاصره وكل ما يواجه المجتمع من مشكلات. ايضا رجعنا مره ثانيه الى المجتمع والى مشكلاته. شفتوا اخواني شلون؟ 4 طبيعه المواد الدراسيه المختلفه التي تؤلف المحتوى ومضمون المنهج الذي يعطى للطالب. من يضع الاهداف التربوية؟ يعني هذا السؤال أيضا راح يقودنا إلى النقطة اللي أركز عليها، إنه المجتمع بحاجة إلى منهج يوافق ما مطلوب عند ما يحتاجه أفراد هذا المجتمع. من يضع أهداف التربوية؟ العلماء والمربون والفلاسفة الذين يحللون التراث الثقافي وتحديد الأهداف، يعني مجتمع. وبنفس الوقت يقدم علماء الاجتماع، دخلنا أيضا بالاجتماع، يقدم علماء الاجتماع والسياسة معلومات أيضا في صياغة الأهداف التربوية، إضافة إلى المتخصصين في المواد الدراسية حيث يقومون بوضع حاجات الطالب ويتطلبه من قيم وتقاليد ومعتقدات بحيث تترتب، ومنها يتم اشتقاق الأهداف ما هو عالمي وما هو ليس عالمي. مثل ما قلنا المعلم اليوم لما يدرس المادة التعليمية المعينة أكيد راح يكتشف فيها سلبيات وإيجابيات، لأن احنا كبشر صفتنا النقص وليس صفتنا كمال، كمال الله عز وجل. فراح أكيد يوجد نقاط ضعف ونقاط قوة، فيعمد إلى تعزيز نقاط القوة ويعالج نقاط الضعف. ولذلك على مؤسساتنا أن تتواضع في التعامل وتترك التكبر. مو أنا اليوم والله مسوي منهج ولما يجيني معلم يقول لي بيه فلان خطأ أتكبر عليه أقول له أنت كوش متفهم، حشاكم حشاكم، وما أتجاوب معه. لا لا، مو بهالطريقة تنبني المجتمعات وينبني المنهج اللي يذب المجتمع. أنا اليوم جاي أريد أبني مجتمع، أصلح عادات، أنهض بالمجتمع في كل المجالات. فلذلك لازم يكون صدري رحب، أتواضع، ما يخالف، إحنا صفتنا نقص، مشكلة، يجوز تغاضيت عن هذه المعلومة، شنو شو اسمه الصح اللي تشوفه بيها قد يكون هو صحيح في البيئة اللي هو عايش بيها هذا الأستاذ وبالمدرسة اللي هو عايش بيها، وقد بيئة أخرى لمدرسة أخرى لا يوافقها المنهج وما يجد بيها أي عيوب. إذن أنا لازم أتواضع بهذا الموضوع ولازم أتماشى مع الكل، والجهود لازم تكون من الكل موجودة. ومثل ما قلت لكم حاجة المجتمع، حاجة المجتمع، أنا أركز على حاجة المجتمع حتى أنقلك من الإطار الضيق اللي هو محدود داخل الفصل الدراسي إلى المفهوم الشامل اللي يشمل داخل الفصل الدراسي ويشمل خارج الفصل الدراسي اللي هو البيئة المجتمعية. ننتقل إلى الأهداف التربوية في تدريس العلوم نوعان، أهداف عامة وأهداف خاصة. ننتقل إلى ما ذكرنا الأهداف العامة اللي هي أهداف وغايات كبرى أوسع شمولاً وأصعب قياساً من الأهداف الخاصة، وتأتي على شكل عبارات وجمل غير محددة بفترة زمنية، ويفترض أنها تغطي جوانب التعلم الثلاثة اللي هي المعرفية والوجدانية والنفس حركية اللي هي المهارية، حركة الطالب، حركة المتعلم. 2 الأهداف الخاصة هي أهداف تدريسية خاصة آنية أقل شمولاً وأسهل من الأهداف العامة، ويعبر عنها بجملة أو عبارة قصيرة محددة تحدد بشكل نوعي نوع السلوك الذي ينبغي أن يظهره المتعلم. مثلاً يرسم خلية حيوية، يضع أسماء الأجزاء على الرسم وهكذا. مستويات الأهداف، أولاً هي مستويات الأهداف التربوية العامة، مستويات الأهداف التربوية المدرسية، ومستوى الأهداف التربوية المنهجية، ومستوى الأهداف التربوية الخاصة، ومستوى الأهداف التربوية الخاصة السلوكية. هناك الخاصة في صف معين. الأهداف التربوية العامة هي مثل ما ذكرنا الغايات بعيدة المدى لا يمكن تحقيقها في فترة قصيرة،
الأهداف المدرسية اللي هي تعبر عن أهداف اجتماعية تعاونية محددة ينبغي المدرسة تحقيقها، مستوى الأهداف التربوية المنهجية التي تتسم بحقل علمي دراسي معين وفي مرحلة دراسية معينة، ومستوى مستوى الأهداف التربوية الخاصة في صف معين، ومستوى الأهداف التربوية الخاصة السلوكية اللي هسه احنا راح نجي ناخذها اللي هي الأهداف السلوكية. الهدف السلوكي هو وصف لتغير سلوكي نتوقع حدوثه في شخصية المتعلم. أنا أتوقع شو اسمه أستخدم سلوك معين حتى أحدث تغير في شخصية المعلم نتيجة شنو؟ مروره بخبرة تعليمية وتفاعله مع موقف تعليمي يمكن ملاحظته أو قياسه. كيف تصاغ الأهداف السلوكية؟ تصاغ وفق المعادلة التالية: فعل تأكيد أن زائد فعل سلوكي اللي هو فعل مضارع قابل للقياس، زائدا الطالب اللي هو المتعلم، زائدا المحتوى العلمي اللي هو جزء من المادة التعليمية، إذا مستوى الأداء. مثال ذلك: أن يعرف الطالب الزهرة، أن يميز الطالب بين الفلزات واللا فلزات بثلاثة نقاط، أن يعرف الطالب الكثافة كما وردت في الكتاب المقرر. الشروط التي يجب أن تتوفر في صياغة الأهداف السلوكية: أولاً أن يكون الهدف محدد بدقة. اثنين أن يكون كل هدف بفعل سلوكي. يبدأ كل هدف بفعل سلوكي. فعل سلوكي اللي راح يظهر المتعلم. ثلاثة أن يكون الهدف مصاغاً بما يوضح سلوك الطالب. أربعة أن يكون الهدف قابل للقياس ويمكن ملاحظته. إذا ما قابل للقياس وما يمكن ملاحظته هذا مش هدف سلوكي، هذا هدف غير سلوكي. خمسة أن يقتصر الهدف على ناتج تعليمي واحد فقط، ناتج تعليمي واحد. ستة أن يدل الهدف على السلوك النهائي للطالب، يعني طالما أن الطالب دا يفعل هذا السلوك إذن هو دا يظهر ما موجود في المحصلة النهائية في سلوكه. أهمية الأهداف السلوكية: واحد، أولاً تجعل معلم العلوم أكثر دقة واهتماماً بالتربية العلمية وتدريس العلوم وتشجعه على تطبيق طرائق تدريس متنوعة. مثل ما قلنا كل هذا مرتبط بطرائق التدريس. أنت مثل ما نقول نحلل شخصية المتعلم على مود نستخدم له طريقة التدريس المناسبة من أجل أن نوصل المعلومة المناسبة إليه. اثنين، تجعل الطالب أكثر اطمئناناً إلى تعلمه وأكثر مقدرة على الاقتصاد في وقته. ثلاثة، أنها ترشد المدرس في انتقاء واستخدام الوسائل التعليمية وأوجه النشاط التي تغني الطالب وتحقق الأهداف. أربعة، أنها تقدم المدرس والطالب تغذية راجعة، تعرف المدرس بسرعة ما حققه من أهداف كما تحث الطالب على الجد والملاحظة. خمسة، أنها تساعد الطالب على تقييم تحصيله العلمي. نجي إلى تصنيف الأهداف السلوكية. تصنف الأهداف السلوكية حسب ما وصفها بلوم إلى ثلاثة مستويات: مجال معرفي ومجال وجداني ومجال نفس حركي. اليوم راح ناخذ هو المجال المعرفي وننهي به محاضرتنا لهذه الدورة في هذا اليوم. أولا المجال المعرفي اللي هو المجال العقلي، يهتم بالمعرفة والقدرات العقلية ويتكون من ست مستويات: مستوى المعرفة اللي هو التذكر، أن يحفظ ويتذكر المعلومات دون تغيير معناها كما في الكتاب، ومن أفعالها يذكر، يعرف، يسمي العفو، يتعرف، يضع قائمة به. مثلا يقول أن يذكر الطالب قانون بويل كما ورد في الكتاب المدرسي، هذا فعل سلوكي من المجال المعرفي ضمن مستوى المعرفة التذكر. اثنين، مستوى الفهم الاستيعاب، يفسر المعرفة المعلومات بلغته الخاصة، أي يعي إدراك معنى المادة أو النص، ومن أفعاله يفسر، ينتج، يعطي أمثلة، يعيد كتابة، يميز، يترجم، يصنف. لذلك يفسر الطالب كثافة الماء النقي تساوي 1 غرام على 3 سنتيمتر. ثالثا، مستوى التطبيق، حيث يقوم باستخدام ما لديه من معلومات في مواقف جديدة مختلفة، ومن أفعاله يطبق، يحل مسألة، يمثل بيانيا، يرسم شكلا. مثل ذلك مثال على ذلك أن يبرهن الطالب صحة نظرية فيثاغورس من مثلث رسم رسم أمامه
وعرقه اطوال اضلاعه. اربعه مستوى التحليل، اعذر هاي هنا شوي بالطباعه صارت كذا مكرر لان هي الفقره الرابعه، هي مستوى التحليل حيث يقوم الطالب بتفكيك فكره الى مكوناتها، اي تجزئه الفكره الى ابسط مكوناتها وادراك ما بينها من علاقات ومن افعاله، يجزئ يحلل يميز يقارن يفصل بين يفرق الى اخره. مثلا ان يحلل الطالب محلول كلوريد الصوديوم مستخدما جهاز تحليل كهربائي مناسب. خامسا مستوى التركيب، حيث يقوم بتركيب او ربط العناصر في وحده متكامله او ربط اجزاء المعرفه لتكون كلا له معنى، ومن افعاله يؤلف يعيد بناء يخطط يركب. مثلا ان يصمم الطالب تجربه لقياس اثر شده الضوء في معدل التمثيل الضوئي للنبات. هذني مثل ما قلت لكم أساتذة الفضلاء، هذني كلهن احنا ندرسهن ونفهمهن حتى تكون عندنا صوره واسعه وشامله لطرائق التدريس. لماذا طرائق التدريس؟ وما هي طريقه التدريس؟ وكيف طريقه التدريس؟ لهنا اخواني وصلت المحاضره الى نهايتها. مثل ما قلت لكم أساتذة الفضلاء، أنتم مطالبين بتقرير في نهاية الدورة وبسؤال، راح أطرح السؤال وبعد ذلك أفسح المجال للمناقشة. السؤال هو: ما هو مفهوم المنهج من وجهة نظرك؟ وضح ذلك بأسلوبك الخاص. أعيد السؤال: ما هو مفهوم المنهج من وجهة نظرك؟ وضح ذلك بأسلوبك الخاص. من هذا الجانب أساتذتي، على مدى نتجاوز على وقت الإدارة، إلى هنا ننهي محاضرتنا. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في غدا إن شاء الله بنفس الموعد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك الكلمة أستاذ أحمد. شكرا جزيلا لكم أستاذ بهاء، بارك الله بكم. إن شاء الله نلتقي غدا بنفس التوقيت، وأيضا لا ننسى الواجبات التي أوصى بها الأستاذ المحاضر بخصوص كتابة تقرير لهذه المحاضرة لهذا اليوم، وكذلك الإجابة على السؤال الذي تم طرحه من قبل الأستاذ المحاضر. شكرا جزيلا، وإذا عندكم أي سؤال إن شاء الله موجود الشات، ممكن أنه تكتبون به أو تراسلون مع الأستاذ المحاضر. نلتقيكم غدا إن شاء الله، ونتمنى لكم أحلام سعيدة متحققة. مع السلامة. ممنونين، شكرا جزيلا دكتور، يبارك بكم، مع السلامة.